نعم إن شاء تفضلي. الله أخي، حابة أفسر حلم لأخي، هو مخوفه كثير. إن شاء الله خير يا رب. صديق أخي حلمه بأنه هو صغير، جده صغير، حلم أنه ركب سيارة صفراء هي ايوه فخمة، ايوه مرسيدس أو بي إم هيك، حلو حلو وسايق فيها. حلو. وأنا حلمت بنفس الحلم أنك فسرته لي، عيطت لك إلك وفسرت لي هذا الحلم تاع أخي، بس شو كان مقلق أخي، قلت لك في التفسير؟ الحلم يا شو التفسير في الحلم اللي فسرته؟ نفس الحلم تاع أخي اللي مخوفه. أنا اتصلت فيك وقلت لك أستاذ إياد أخي في حلم لأخي مخوفه كثير، حلم بالسيارة وكذا وكذا، وأنت قلت لي تفسير أنك السيارة صفرة مرة وكي ياخذ أخوك هاي المرة راح يربح كثير، راح تحسن أحواله هذا في هكذا. الحلم قلت لك مش في الواقع. في الحلم أنا ايه صديق أخي حلم بأنه سائق سيارة صفراء ومرسيدس لا فخمة، اختي كريمة، وأنا حلمت السيارة أنك مستحيل تكون فسرتهولي. مرة في الحلم، هذا ربما العكس، لأنه الأحلام تجي مرات في العكس. صديق أخوك غير متزوج صح؟ صديق أخوك هذا السيارة الصفراء هي أحلامه، يبقى يحقق أحلام كبيرة ما راح يقدر يحققها، صعبة عليه أو تأخذ وقت طويل سوف تسرق عمره. فالتفسير أنه يجب أن يتزوج ويستقر ويحاول أن يحقق أحلامه، لأن هذا أنت عفوا هو صديق أخاك اللي أنت قلتي عنه هذا. نعم صديق أخاك اللي أنت قلتي عنه أختك، ما أنا في الحلم فسرت لك إياه شو أنه مرأة صح، ولكن في الواقع في الواقع صديق أخي سامحني أستاذ إياد، صديق أخي حلم بأخي مش بنفسه. أختي الكريمة، الشخص الذي حلم به صديق أخاك اللي هو أخاك متزوج أم غير متزوج؟ غير متزوج. غير نفس التفسير بالضبط، اللهم أن اختلف معي من الشخص الحالم من المحلوم فيه، نفس التفسير ما يختلف. أخاك هل يسعى للنجاح في حياته بمشاريع وتحقيق أحلام كبيرة أم لا؟ أخاك أنت أدرى فيه، هل يسعى لذلك أم لا؟ وما كل شيء عنده معطل، كل شيء عنده معطل، ما معطل. بيعمل أي شيء، كل ما يجي أخبريه يعمل أي شيء أخبريه أن يأثر ينوي عنده. الزواج ويسعى فيه وسوف يفك كل أموره، كل أمور صحيح؟ حياته. نعم أخبريه أن يسعى في الزواج ويبدأ بتدبير أمر الزواج وسوف تفك كل مشاكل حياته. السيارة الصفراء هي حياته، واللون الأصفر بالنسبة له هي أحلامه، أحلامه هو يحلم بأشياء كثيرة تتحقق، مثل ما قلت معطلة أموره، ما قادر يحقق أحلامه وما قادر يوفق الاستقرار الأسري. خليه ينوي النية، يصوم 3 أيام، 3 أيام صيام لوجه الله سبحانه وتعالى، وينوي نية الزواج ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وسوف ييسر أمره كله، ودائما يكثر من قراءة المعوذات وبالذات الفلق، وبالذات الفلق، لأن ربما يكون مصاب بعين، ربما يكون مصاب بعين. أنت قلت لي أختي الكريمة أن صديق أخاك هو الذي حلم فيه، حلو، حلم فيه راكب سيارة صفراء، تمام، أنا فسرت لك إياه في الحلم أن امرأة أو ما امرأة إلى ذلك، وأن امرأة تعينها السعادة وإلى ما ذلك، وأنا في الواقع أقول لك أن تفسير حلمه عليه أن يصوم 3 أيام لوجه الله تعالى، وذلك ما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينوي الزواج. وفي ناس يقول لك الحين يا اخي ما قادر يتزوجه، هو ينوي ويصوم، من لم يستطع الباتة فليصوم 3 أيام، من لم يستطع الزواج فليصوم 3 أيام، حسب ما قال الحديث النبوي أو بما معنى أو فحوى الحديث النبوي، أن يصوم 3 أيام وبعدها يتوكل على الله سبحانه وتعالى وسوف يفك أمره ويسره من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم، ومع قراءة الفلق دائما.